المقارنة اللي بعد كده برضو هنشوف دي مقارنة الباك اليمين هنا والباك اليمين هنا. نيجي بقى لمحمد هاني وعبد اللطيف نصير. محمد هاني لعب 6 مشاركات في دوري ابطال افريقيا، عبد اللطيف نصير لعب 7. متوسط العرضيات عند عبد اللطيف نصير، تاكيدا لكلام حضراتكم انتوا قلتوا الباكات ممكن تطير ولا لا؟ بالظبط. عبد اللطيف نصير بيعمل عرضيه واحده بس في الماتش الواحد. محمد هاني بيعمل 8 من 10. الاثنين على المستوى الهجومي اقل، مش بيوصلوا كتير. اوكي. نسبه دقه العرضيات عند عبد اللطيف نصير 33%، محمد هاني 25%. طيب الانترسبشن عند عبد اللطيف نصير 1.8 اعلى من محمد هاني، وبرده التاكلينج اعلى. نسبه الفوز بالالتحامات الثنائيه عبد اللطيف نصير 55%، الاثنين ما صنعوش ولا هدف. عبد اللطيف نصير انا بشبهه باحمد فتحي، لعيب خبره مميز في حته التاكلينج والتدخلات الدفاعيه في الارقام، حتى الالتحامات بتاعته كويسه جدا، وعلى المستوى الهجومي بيعمل عرضيه وعرضياته بتوصل ل 33%، اذا باك يعني جيد لحد كبير. محمد هاني يمكن المباراه الاخيره هو 30 او 31. اعتقد اجايه اتعامل معاه في المباراه اللي هناك دي كان 10 على 10 بصراحه. اجايه كان واحد او دفاعيا يعني. صح، اجايه كان واحد من نجوم المباراه. انا شايف اهم نقطه دكتور احمد في اللي كابتن شريف بيقول عليها دور حسين الشحات ودور اجايه في النواحي الدفاعيه مع الباكين محمد هاني وكان علي معلول. دي كانت نقطه مهمه جدا. لو اجايه عملها كويس الماتش اللي فات وحسين عملها كويس، كان بيشتغل في مساحه 100 متر يعني جاي من نوعيه لعيبه بتشتغل في 50 متر وعايز يهاجم، لا كان ليه دور مهم جدا مع علي معلول. وحسين الشحات كان بيرجع بيبقى نص ملعب ثالث مع ديانج ومع عمرو السليه، وده كان دور مدير الفني على فكره. في الاستوديو بعد المباراه كنا جبنا رقم لاجاي ان هو قطع الكره 11 مره في الرباعي الامامي، يعني مزبوط. جونيور اجاي في ده سر الفوز ان كان الاجنحه عندنا بتدافع بشكل كويس قوي. خلي بالك عشان تاخد بطوله افريقيا قبل ما تهاجم كويس لازم تدافع كويس. صح كويس. طبعا ده عشان تاخد بطوله لازم تدافع. شفنا مباراه عالميه على كلام اسامه اللي بيقول عليه ده بتاعه ريال مدريد وشختار 3-2. ده الكلام اللي بيقوله ازاي دافع وازاي اخطف 3 ولكن بكونتر اتاك. زين الدين زيدان بدا غلط الله من وجهه نظري، عنده برشلونه يعني. الماتش الجاي الكلاسيكو ف يا رب يتغلب وما قدرش يعني انا كاتالونيا لا ده انا بتكلم على الشكل اللي كان موجود في المباراه دي بدون مسميات يعني. الناس بتدافع كويس قوي والاطراف بتطير بسرعه وعندهم من السرعات انه ينفذوا. اهم حاجه ان انا يبقى عندي الامكانيات في الملعب ان انا انفذ اي فكر مدرب واقف بره يعني. ممكن انا موسيماني مثلا ابقى شايف ومتوسم في لعيب النواحي الدين من 70-80% من ادائه او من كل حاجه ويطلع يعني الكلام مش مظبوط، فبيبقى عنده زي ما قال عادل البديل الجيد اللي هو يقدر يعوض له الكلام ده والتدوير داخل الملعب. فهل الحتتين دول يا دكتور يملكهم اعتقد الاهلي اكتر من الوداد ما بيملكش البدائل على اي سيناريو ممكن يحصل مع الدكه عشان نفهم على اي سيناريو ممكن يحصل في عمليه تدوير. اعتقد النادي الاهلي باذن الله البدائل مش على نفس المستوى خالص. اعلى بكتير من الدكه عندنا طبعا طبعا. الدكه عندنا اعلى بكتير طبعا. يعني حتى لو عندنا مثلا اي لاعب اتصاب عندنا لا قدر الله يعني او اي لاعب مش موجود بكره تقدر ان انت تعوضه. مظبوط. عندك حلول لا قدر الله، عندك حلول جوه الملعب باذن الله. انت عندك احمد فتحي بتحطه مثلا باك يمين وباك ليفت، لو محتاج باك ليفت ممكن تبدا بيه، محتاجه باك رايت. كذلك محمد هاني لا احنا البدائل احسن بكتير يعني. كهربا برضه عودته ممكن لو خد الشوط الثاني ان انت تجهزه للنهائي يديك فارق. يديك فارق طبعا. يعني كهربا مع اجاي قدام مثلا لو حد فيهم مش موافق حسين الشحات مثلا وليد سليمان كهربا عندك. وليد سليمان طبعا بخبراته يقدر يصنع الفارق. وبادجي يعني بس اهم حاجه بكره اول ربع او نص ساعه من وجهه نظري دول اهم فتره في المباراه. التحكم في المباراه في المباراه تحديدا، وخاصه ان انت تحاول ان انت تخطف. انا عاجبني موسيماني ان هو دايما بيقول لازم نكون الفعل مش رد الفعل دايما بالزبط. حتى لما راح هناك ان هو عايز يكون الفعل، عايز يستحوذ وعايز يسيطر وعايز يسجل بالزبط. ولازم ننسى كمان ان احنا كنا كاسبين 2-0 ونبدا عادي خالص وكاننا عايزين نعوض. وفوق كل ده كله طبعا التوفيق من عند ربنا باذن طبعا التوفيق رقم واحد ان شاء الله باذن الله. ونقطه كمان مهمه جدا في اعتقادي برضو يعني موسيماني مش غايب عنه، عمليه الاستحواذ. يعني انا بحط نفسي مكان الوداد، لو نازل انا المباراه وبدا النادي الاهلي عنده استحواذ بشكل كبير وممكن ما يكونش استحواذ ان هو يعني لا استحواذ 80%. كل ما الوقت يعدي وانت عارف يا عادل وانت كمان يا اسامه عارف وانت في الملعب صحيح. بتحس انك يعني بتوصل مرحله من الاحباط انك خلاص مش قادر مزبوط. احنا مش هنقدر الاستحواذ اول 10 دقائق ان ما تخسرش الكوره. خلي بالك ده اللي همدهم الماتش الاولاني ما تخسرش الكوره. يعني انا في رايي ان انت اول ربع ساعه في استحواذ كويس ما تخسرش الكوره كتير، بالتالي هم
نوع من انواع الاحباط وتبدا تخش انت تكسر ريتم واستغلال الفرص كمان. احنا لما جات لنا فرصه في اول دقيقه الماتش اللي فات لو كانت ضاعت كان تفرق ان انت تجيب، اهم حاجه تستغل كل فرصه تجيلك. حسين الشحات بقى له ماتشين بيضيع انفرادين، نفسي يرقص الجون بقى، دي رساله ليه. كان لازم